نحو 90% من التراث الثقافي الإفريقي موجود في أوروبا. تضم باريس وحدها حوالي 70,000 قطعة من القارة السمراء. ولكن نجحت نيجيريا في منح الأمل لجيرانها بعد استردادها قطعتين أثريتين بعد نحو قرن من نهبها. القطع البرونزية المنهوبة وجدها المستعمرون البريطانيون في مملكة تقع الآن جنوب غرب نيجيريا، وهي إحدى أهم القطع التراثية في أفريقيا. وأقيم احتفال كبير في بنين لنادين باستقبال القطعتين بعد وصولهما إلى موطنهما الأصلي. ووفقا للمتحف البريطاني، فإن المنحوتتين أثريتين يعود تاريخهما إلى القرن السادس عشر.